ست الحبايب يا حبيبك يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة حبيبة. بص يا جماعة بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل ام وهي طيبة وبخير يا رب وفي سعادة، ويبارك لها في اولادها وتشوفهم احسن ناس في الدنيا. النهاردة عيد الام، فاحنا نحب نقول ابويا، مش معنى ان هو عيد الام فننسى ابويا، نقول لابويا كل سنة وانت طيب. والحمد لله احنا اديناهم الهدية بدري، خلاص احنا ان شاء الله النهاردة بنجهز للسفر، هنجيب ملابس الاحرام وان شاء الله هنتوكل على الله وهنروح عند الرسول صلى الله عليه وسلم ونسيب الميكروفون للحاج والحاجة يسلموا عليكم. اولا انا بشكركم جدا جدا، يا رب يرزق كل مشتاق بزياره الحبيب، زياره حلوه وجميله. بدايتها لما بتاخد التاشيره بيبقى لها احساس يعلم ربنا، انا حسيته مش قادر اوصفه، ما يتوصفش، سعاده وفرحه وحب، ربنا يتقبلها ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. وبقول لكل ام كل سنه وانت طيبه، ويا رب سنوات كتيره قوي 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 محدش يتحرم من امه. ووصيه للشباب والبنات، خلي بالكم من امهاتكم، خلي بالكم من امهاتكم ومن ابهاتكم، خلي بالكم من امهاتكم وابهاتكم طبعا بس الام اكتر، لا والاب الاثنين، الام اكتر اكتر حد بيضحي هي الام، صدقوني لا والأب. امك، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال امك ثم امك ثم امك ثم ابوك، فدي وصيه مني يا رب كل الناس تسمعها. انا ساعه ما الخبر جالي انا كنت في حاله ذهول وقلبي انشرح، ما تقدروش قد ايه، عقبال يا رب كل اللي بيتمناها ينولها يا رب. تمنيتها وربنا ناولها لي، الحمد لله الحمد لله والشكر لله، الف حمد وشكر ليك يا رب. وام زياده الله يرحمها هي اللي دعيها لي وهي نايمه في الارض مريضه، قالت لي يا رب وعدك يما بزياره النبي، والله العظيم والله العظيم ما بكذب عليكم، وهي اللي دعت لي الدعوه دي واستجابت عند ربنا، ما كنتش مصدقه. المهم انت دلوقتي فرحانه ومبسوطه؟ انا الدنيا دي مش ساعات. بصوا بقى يا جماعه، انا مش هنام ولا هاكل لما اروح عند زياره النبي. النبي الناس بدات تعيط يا ابو، والله والله العظيم. ممكن بعد اذنك بقول بقى. بقول من قلبي، والله العظيم بقول من قلبي. طب خلاص بقى، عشان انت كده الجمعه هتنزل، فانا عماله اتوه وانت مصممه، ركزي معايا. لا اصل دوت لو اتنين ماشيين في الشارع واحد كعب الواحد يجوا يتخانقوا معايا انا، يرضي ربنا؟ لا. طب صلى على النبي، بمناسبه عيد الام حيينا الناس وعيدنا عليهم وضغطوا اللايك واشتركوا في القناه، ممكن بقى تفرجيهم النهارده على الهدايا اللي جايه لك؟ ممكن. وننسى بقى الحاجات اللي بتاثر وبتقشعر الجسم دي. نبدا بمرفت ولا اسراء؟ اللي انت عايزاه. بص انت لا، مرفت الكبيره اللي انت عايزاه. مرفت الكبيره، انتوا لازم تتفرجوا على الهدايا النهارده، ومرات الكبير، ونشارككم على كل حاجه. خطيبه يا ام العسل، يفكروا ان انا اتجوزت ومخبي. ويعني لو متجوز لسه يا جماعه؟ ان شاء الله خلاص الفرح قريب جدا، انتظرونا هنطلع لكم بمفاجآت كتير جدا ان شاء الله. وخلونا في عيد الام الاول طبعا. انا والبطل الحمد لله احنا عملنا نص المفاجاه بتاعت عيد الام، وهي كانت الرحله للرسول عليه افضل الصلاه والسلام. لسه النص التاني هنكمله، ولكن احنا اتفقنا ان هو مش دلوقتي، واتفقنا ان لسه مفاجاه عيد الام هتكون في الطياره نفسها. تتوقعوا ايه اللي ممكن يحصل في الطياره بمناسبه عيد الام؟ دي هدية مرفت، افتحها يا حسن. اهو حاضر. بص الاوتوماتيك بقى، وبص الجمال بقى، بص بص زي الشنطة السنسونايت بالظبط. الله اكبر. الله. الله. انا خايف افتح. لا لا، مرفت بتاعت مقالب برضو. مرفت مش بتاعت مقالب، وربنا يخليها لي يا رب ويكملها على خير، ويوفقنا مع بعض على خير بحق الشهر المفترق، اللي حزين حزين والفرحان فرحان، يوفقنا احنا ومرفت يا رب واهلها. شوفوا بقى الطقم اللي هي جايباهولي. خليكي يا امي. هو انا هتجوز من تاني؟ تقول لي يا ماما حطوا لي اتكسر. اتكسر؟ لا لا والله. ايه ده؟ وايه يعني؟ وايه يعني فداه؟ اتكسر.
عادي. وايه المشكله؟ عادي فداه يعني شغل الشر وراه فداه. بس هو جميل قوي والله. والله ذوق ما شاء الله. ده بص ده هنا ده كاس العالم. كاس العالم. كاس الدوري. كاس الدوري ولا العالم؟ بصي وفي كاسات هنا تاني اهو يا ماما. ده ايه ده؟ فنجان ده. ده ايه ده؟ بتاع القهوه دي سكريه بتاع السكر. دي حاجات الله الغلط بتاعه جميل. امي خدت الكاس. كاس الدوري. الكاس اهو. دي السكريه يا حسن اهو. ودي ايه بقى؟ اللبنه اللي بتحط فيها الشوكولاتات يا ماما والحاجات دي. لا لا ده بتاع قهوه وشاي. قهوه وشاي ايه بقى؟ انت تسيبيني اشرب في ده قهوه وشاي؟ عادي. ده مستحيل. مين بقى كانت بتقول طقم جاتو؟ طقم جاتو. طقم جاتو. دي قالت لي طقم جاتو. ما هو دي. بس انا يعني الحاجات دي هو احنا بناكل الجاتو في الحاجات دي؟ انا بستنى على الجاتو اصلا لما يتحط في الحاجات دي. اللبانه دي اللبانه بتتحط فيها لبن وتصب بقى وتحط الجاتو وتشرب لبن بجاتو. زعلت انا على الغطا ده. لا فداه. لا عادي بس احتفظ بالحاجات اللي اتكسرت. والله لا احتفظ بيها. يلا فداه. جميل قوي والله. تسلم ايديك. حاجة عرايس. ما هو انت عروسة. هو انت مش عروسة ولا ايه؟ يعني انا احط ايديه في النيش؟ تحطيه في النيش ولا اصور جنبه؟ خدنا الكاس. خدنا الكاس. خدنا الكاس. تسلم ايديك يا ميرفت وبشكرك على كل حاجة حلوة انت عملتها لي. خد يا محمد لا يعوره حد. السيرفيس دي جميل. الله اكبر ما شاء الله. دي الفناجيل اهي اللي بيصب فيها اللبن والشاي. ده بيتحط فيه سكر برضو الحاجات دي؟ لا دي بقى تصب فيه الشاي ولا اللبن. ده طعم جاتو. جاتو يا عم. يبقى ده اكيد اكيد باكل جاتو هنا وبشرب حاجة ساعة هنا. دي بتحط الشاي واللبن. شاي لبن اي حاجة. ودي تحط فيه الجاتو. بص اقول لكم على حاجة بس عشان ايه محدش يضحك علينا. احنا ايه كاننا عارفين ده طقم الجاتو يا جماعه اللي هو بتاع الجاتو. ماشي كده عارفين. او اسمه طقم الجاتو بس ما بيتحطش فيه جاتو. ممكن يكون اسمه كده. ندخل بقى على هديه اسراء ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الله ايه ده؟ الحاجه محطوطه بالمقلوب ليه؟ انا عارفه هي الكرتونه بقى اتقلبت. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. تتدلعي انت كل سنه يوم 21 مارس من كل سنه وكل ام بتتدلع. الله اكبر. شوف ذوق اسراء جايبه لي عبايه سمراء جميله. الصلاه على النبي ما شاء الله جميله. ذوقها جميل قوي. شوف المقاس بتاعها مظبوط كده. لا ما هي عايزه تتني. شوف المقاس مظبوط كده. لان انا قصرت كشيت. قصرتي كشيت. بصي يا الناس بتخس مش لا الناس كل ما تكبر بتقصر مش بتطول. حلوه المعلومه الجديده دي. لو لحقنا. بصوا يا جماعه لان احنا اصلا المفروض احنا قلنا هنوريكم فرقوا على الهدايا دي وبعد كده احنا لسه عندنا خروجه لبره. ليه بقى؟ لان احنا لسه لبس الاحرام ما جاش. لازم نجيب لبس الاحرام لابويا ولامي عشان خاطر ما ينفعش الوقت يسرقنا ونبص نلاقي معاد الطياره جه ومستعجلين. الله بصوا الله اكبر. الله دي بتخرج ازاي ديت؟ هي دي مش عارف. انا مبسوط بيها. حاسس ان شكلها حلو بس مش عارف. لا يا حسن ويا محمد والناس. بص مش لازم نخرجها طبعا. حاجه اسراء غاليه عليا جايبه لي ايه؟ طقم الشوربه. انا بحسبه طقم شاي. طقم شوربه هو ده مش للشاي؟ لا طقم شوربه. تحط الشوربه فيه. يعني ده ما بشربش فيه شاي؟ شوربه. مش عايز يقرق. بالراحه بس بالراحه. مكلبش جوه. بالراحه يا عم انا بزعل لحاجه اتكسرت. اسمي دي حسن كده. مش عايزين يخليهم لي يا بابا. ايه اتكسر؟ مش عايزين خساير يا جدعان. اتكسر؟ لا الحمد لله سليم اهو. اهو سليم. هنا بقى ده عليه اشجار وحاجات من هنا جميله ورسومات مختلفه. الاربعه مختلفين عن بعض. البلد دول هيصغروني. لا ومزاجهم عالي قوي وذوقهم عالي قوي قوي قوي. واحده جابت لي طقم فطار وواحده جابت لي طقم شوربه. انا طول عمري اشرب في الطبق. بس الحاجات دي كده ايه مش معرضه تقع تتكسر؟ لا ما هو بيتحط على الرخامه. يا محمد الحاجات دي حتى على الرخامه في المطبخ. الحاجات دي بتبقى ممنوع اللمس ممنوع الاستخدام. ده الديكور بس. لا يا حبيبي امال جايبينه نصور جنبه. ده لسه في حاجه تاني اهو. لسه في حاجه تانية. الله اكبر. الحاجه دي بنت ثقيله. هي جايبه لك صب ولا ايه؟ عشان نرقص عليه. طلع ايه ده؟ الله. ده بتاع الدقه والملح. تبع التوابل. الصلاة على النبي. لا شكله حلو. مبروكين عليك يا حاج. الله يبارك فيك. انا ما اعرفش كلفوا نفسهم ليه يا والله. عقبال ما اجيب لي ولادك يا ميرفت واجيب لي اسراء ولاد هجايز احفادي بقى. هم اصلا اساسا كل الحاجات دي ان شاء الله هم اللي هيستخدموها. بس لان الاثنين ان شاء الله لما هيجوا كلنا هنبقى عايشين مع بعض. هم اللي هيستخدموا الحاجات دي. رحتي يا حاجة يا مشى القطيفة رح أزور النبي محمد
الكعبة الشريفة. بس خلاص بقى، احنا كده كده هنحتفل كتير وهنسمع الأنشدة الجميلة دي كتير، ولكن احنا الأول مش عايزين نضيع وقت ولازم نروح عشان نجيب لبس الإحرام. أنا ما بشبعش من الأغاني دي. ولا احنا بنشبع، ما فيش حد ما بيحبهاش ومش حد بيشبع منها. بيبقى في كده هزة في القلب. أيوة المشاعر بتتحرك والرعشة بتمشي. ألف 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 مليون مبروك لأبويا وأمي، وربنا يا رب يكتبها لكم حجة كبيرة ورب يكمل على خير. نشوفكم يا رب يكمل على خير يا رب على جبل عرفات، وربنا يوعدكم جميعا يا رب، ربنا يوعد أمة محمد بالكامل. آمين تزور النبي آمين عليه الصلاة والسلام وتطلع على جبل عرفات، ودعواتكم كده ان هم يوصلوا بالسلامة، طمن عليهم وحاجات حلوة بقى كتير، ادعي لهم كتير. يلا جاهزين؟ جاهزين. نتوكل على الله. يلا نتوكل يلا بينا. بس خلي بالك، ما انت لو رحت هناك هتلاقي الحاجات دي برضو، هتلاقي مصريين هناك وبيعملوا الحاجات دي. لا مفيش لبي مصريين يعني. لا هتلاقي لبي مصري، هتلاقي راجل محترم زي ده كده هناك برضو بيعمل الحاجة المصرية. ما اكيد اكيد ناس من مصر عايشة هناك. بصوا يا جماعة، هي امي قررت ان هي هتاخد اللب والتسالي والحاجات المكرمشات كلها معاها. بص اقول لك على حاجة، انت كل حاجة عندك تسالي حط لها منها ربع كيلو ايا كانت ايه هي بقى. مش ربع كيلو حلو ولا انت ناوية تقعدي في السعودية على طول؟ لو عجبني القعدة ويا سلام لو عملت لهم محشي هناك. يا سلام تعملي محشي بالسعوديه؟ مش هيسيبوني. هو انت رايحه تعملي عمره ولا رايحه تعملي محشي هناك؟ اعمل لحبايبي محشي برضك هناك. اعملي محشي لحبايبك هناك طبعا، وتدعي للراجل الطيب ده وتدعي لكله. ماشي. الدعوه تبقى عامه وللجميع. انا عايزاني برضك السوداني. هو امي مركزه مع السوداني. امي مركزه مع السوداني طبعا. حبيبي اللب والسوداني. اللي يجيب لامي لب والسوداني يبقى حبيبها. يبقى حبيبي. بقول لك بالله عليك، هات لي الكعبه اللي فوق دي، هات لي اثنين. واحده كفايه. لا اثنين، واحده ليك واحده لابويا. أوكي. ايوه اثنين. هاتي واحده. شوف هيفرح بيها على فكره يا جماعه. بابا كل سنه وانت طيب. طيب ايه العيد بكره؟ جايب لك الهديه دي. ايه رايك؟ لحد ما تروح لها هناك ان شاء الله. بس ايه رايك فيها؟ انا شفتها في المحل قلت لازم اجيب لك واحده وامي واحده. خليها معاك بقى بتاعتك خلاص. روح الحسن. يا ايتونا. يا رب يكون السعوديه كده تبقى حر ولا ساقعه؟ لا تبقى حر. السعوديه على طول. يا جماعه احنا جبنا اللبس خلاص الحمد لله، وجبنا كل اللي هم محتاجينه. امي صممت وقالت لازم قبل ما نروح على البيت نيجي عند محمود عشان تفرجوا عليه. احنا كنا لسه بنلبس وجاي لكم اصلا عشان نفرح باللبس. انت اهم حاجه انت تفرحي، مش مهم احنا نفرح. انت اما تفرحي اكيد لنا كلنا نفرح. امين يا رب. ان شاء الله نطلع مع بعض كلنا حاجه جديده ان شاء الله. بس احنا بقى جايين نوريكم بقى اللبس اللي احنا. يا هلا يا هلا يا هلا والله يا هلا. الله اكبر. ايه امك لما قاسته؟ لا 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 عليها. لا بسم الله ما شاء الله. لا ايه الجمال ده بتاعك انت؟ اه يا رب اكتبها لكل المسلمين واللي نفسهم يا رب. رايحه فين يا حاجه؟ رايحه ازور النبي محمد. ايه جايبها اطول ولا جايبها اقصر؟ لا عسل. على قدها بالظبط. وديت البندانة البيضة اللي هلبسها ما شاء الله. يا جماعة أنا عايز أقول لك إن أمي بسم الله ما شاء الله كانت بدر منور وهي بتقيس اللبس ده. الله 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 ده بيمرو. حمد حبيب قلبي جابولي من دبي وكان بيجهز لنا في العمره، كانش فيه نصيب. بس طبعا يا جماعه هو طالما كان ناوي ان هو يطلع ابوه وامه حجه او عمره، فهي انا على ما اعتقد على ما اعتقد ان هي كتبت له عند ربنا ثواب كبير. ثواب ثواب. شوفي يا ام انجي الطاقيه. انا من رايي ان الاب دايما بيتظلم. الشنطه دي الاب بيتظلم يا محمود دايما بسبب الام. الام هي اللي بتبقى واخده الجو واخده كل حاجه يا ابني. مش هي اللي بتلبس تحت. اه دي اللي طلعت. ابوك تلاقيك وتعطل النهارده في المشاوير. لسه يا ولاد حاجتي. استنى يا حسن. اصبر يا حسن. ايه ده انت واد رخم قوي. ايوه يا مع امي هتاخد كل حاجه كده. لسه ما كملتش. اه دي جميله. ودي بندانه برضك. دي بندانه ودي طرحه. ودي برضك ما شاء الله. ايه ده هو ايه حكايه اللي بيلمع مع الحاجه؟ بيبرق بيبرق بيبرق. ده لقيت حمد حبيب قلبي هو اللي جابهم لي من دبي الطرح دي. لا 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 يبقى تشجيع الحمد كبير. تشجيع من النار. 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 خلاص كده حاجتك يا حاجتك. اه كده خلاص. استنوا بقى زغروطه جامده ليها. والف الف مبروك ليهم وروحوا قلنا بالسلامه. يا
يا هلا يا هلا. دليل الحاجة بس لسه للحاج بقى. يعني حمدي مش معانا دلوقتي بس مشاركنا مشاركنا فرحتنا برضه. طب ادي الشغل. بص يا محمود. يا رب اكتبها للجميع يا رب. يا رب. الواحد بيشوف يا جماعة لبس الإحرام والله جسمه بيقشعر. بسم الله ما شاء الله. بالذات بتاع الرجال مش عارف ليه. ده اللي هو بنظام كباسين مش زي بتاع الرجال. هي فين وشها بيطوروا فيها بقى. هي جميلة. دي اللي فوق. دي اللي تحت. دي اللي تحت. مش عايزين بقى نحرق بقى ايه الحاجات دي. خليها عشان يشوفوا كده ولا بس. عمره مقبولة ويتقبل منكم من كل الحباب اللي هيجوا هناك. بس الطرحة حلوة جميلة. ضروري ده ابويا بقى عشان لبس الاحرام. بس هو الحاج الالبان هو خفيف حاجة واحدة بس. في بس اللي هو الشال فيش الابيض اهو. حاجته جميل حبيبي يا رسول الله. يلا ادينا واحدة بقى عشان خاطر النبي وحبايب النبي وعشان خاطر الحاج عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. حاجة يا حاجة يا موشة القطيفة رايحة فين يا حاجة يا موشة القطيفة رايحة زور النبي محمد والكعبة الشريفة. خلاص احنا هنقفل الكاميرا ده عشان نرتاح. لسه عندنا تجهيز الشنط وعندنا اليوم طويل وتجهيزات كتير. دعواتكم لنا ان احنا ما ننساش حاجة ان شاء الله. وعلى فكرة احنا راجعنا كل الكومنتات على الفيديو اللي كان نزل لكم بارح واول امبارح وكل حاجة عشان خاطر نشوف ايه اللي ممكن نحتاجه. وعلى فكرة انا راجعت الكومنتات والحد الان اكتر من 5000 تعليق. مفيش ولا تعليق قال ايه المفاجأة اللي اكبر من المفاجأة دي. الصراحة لسه محدش قالها. ان شاء الله الفيديو اللي هينزل بعد ده على طول ان شاء الله الفيديو اللي بعد ده على طول هيكون في المفاجأة وهيكون في ردة الفعل وهيكون في كل حاجة. بس استنى عشان انت بقك بايه تعب ايه ستة سعب بتاخد. يلا عمل لكم شفشق ليمون بالنعناع مية. لا انا عايز اشرب قهوة فرنساوي. انا اشرب انت عايز. انا هعمل ليمون بالنعناع للحاج والحاج. هتوحشيني يا حاجة. صباح الخير. تبالك منورة كده لي الله اكبر. بتتمم على الاوراق. بتتممي على ايه؟ كلميني عايز اشبع منك قبل ما تمشي. يعني حد رايح عند الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيبقى منور. يعني انت بتهزر ولا ايه؟ ماشي بس انا برضه ما هتوحشني مهما كان. عايز اشبع منك شويه بس ما تخلينيش اعيط. انا بعرف في المواد الجاي. لحظه الاوراق دي بتبقى صعبه. شفت صورتي في البصمه. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. ايه يابا صباح الفل. صباح الفل. صباح القشطه. ادعوا لنا نوصل بالسلامه وربنا يتقبل ويجعلها خالصة الوجه الكريم. ربنا يسهل حالنا وحالكم ان شاء الله. خلاص بدا العد التنازلي كده مفيش وقت. ان شاء الله ربنا يتقبل. فاضل لكم يوم ان شاء الله باذن الله وتبقوا في السعوديه. كان نفسي ابقى معاهم والله بس يلا بقى ان شاء الله ربنا يكتبها لنا ان شاء الله في الحج ان شاء الله. اشرح لهم بقى محمد ايه التفاصيل واحنا بنعمل ايه النهارده. يا جماعه بما ان تفاصيل احنا ماشيين ورايحين نقعد في القاهره. احنا لسه طيارتنا الصبح ان شاء الله بس احنا نقعد في القاهره بحيث ان هم ما يسافروش من هنا للقاهره لان احنا نطلع من مطار القاهره ديريكت على طول على السعوديه ان شاء الله. ننزل في المدينه. هينزلوا ان شاء الله في المدينه. دعواتكم كده يوصلوا بالسلامه ان شاء الله. فعشان ما يتعبوش وما يبقاش في مشقه عليهم هنوديهم القاهره الاول ومن هناك يبتدوا ان هم يتحركوا. لا وهم قرروا كمان قال لك احنا نقضي النهارده اليوم كله في القاهره. هنقضي مع عم اسامه ونقضي مع حبايبنا اللي هناك اللي في شبرا وفي القاهره كلهم ونطلع من الاساس اللي احنا كنا فيه. يعني ان شاء الله هنخرج من البيت بتاع العيله اللي هو اساسنا ان شاء الله اللي هو بدايتنا. عقبال يابا ان شاء الله ما نبقى رايحين نوديك الحج الكبير ان شاء الله. امين يا رب. تعمل حجه كبيره يا رب انت وامي. الحمد لله انا ربيتهم في بيت العيله ده. بيت العيله طبعا ذكرياتنا. ايوه صممنا ان احنا نخرج على الرسول عليه الصلاه والسلام من بيت العيله. عليه الصلاه والسلام. واحنا الحمد لله بفضل ربنا ما بننساش قدمنا ابدا. اللي ملوش ماضي ملوش حاضر. احنا كده ان شاء الله عايزين ان احنا نعمل ايه بقى يا عم محمد النهاردة اليوم معانا. خلي بالكو ان احنا لسه ما جبناش ريالات سعودي. عايزين نروح نغير عملة. يعني خلي بالكو النهاردة عندنا مشوار لمكتب الصرافة عشان نجيب العملة. ان شاء الله نوصل بالسلامة. شدت يا محمد. هادي عم. شدت. كل واحد يشيل شنطة. شكل فيها عليهم. خايفة عليها. حد يعمل كده. انا مش انا عملت. يلا جاهزين. انا اللي هسوق. اتفضل يا استاذ محمد. يلا يا حاجه اتفضلي تعالي قدام عشان رجلك ما توجعكيش. اتفضلي يلا عشان احنا داخلين. لا منوره. الله اكبر الله اكبر. يا واد يا حسن انت عملت عاجز فيها ليه؟ عاجز فيكي مش امي. براحتك انا حر اعمل اللي انا عايزه. امي وانا حر فيها.
يلا يا حاج اشوف وشك على خير. خلي بالك من نفسك يا يحيى على ما نيجي. خليك في حالك اهو. اوعى تتاخر على كليتك. ده اساسي ده يعني. هوصله مهاجه ونسك انا ومحمد متي. يا عم ما تقعد هناك لحد ما يرجعوا يا عم. اقعد استناهم في المطار لحد ما يجوا. لا استناهم لحد ما يجوا من السعوديه. ماشي. على حسب الظروف بقى. يلا سلام عليكم. يلا سلام يا جمهوريه. خلاص الحمد لله النهارده اليوم خلص. ما عرفتش اصور لكم اي حاجه النهارده بسبب ان اليوم كله كانت زيارات بقى لقرايب امي وقرايب ابويا وكل حاجه. لفينا على العيله كلها النهارده. خلاص اليوم خلص، مش فاضل غير كام ساعه هننامهم وان شاء الله الصبح هنروح عشان نوصلهم المطار وهنقول لهم مع السلامه وباي باي. وما تنسوش تدعوا لنا وربنا يوديكم بالسلامه ويرجعكم لينا بالف مليون سلامه يا رب. هلحق انام لي دلوقتي كام ساعه كده خلاص، لان الساعه دلوقتي خلاص 2 بالليل فمفيش اي وقت. تصبح على خير لحد الصبح ان شاء الله، وهنبقى مع بعض وهنودعهم كلنا ونقول لهم مع السلامه مع السلامه. الله يبارك العيش. بص عامل عيش فين؟ اهو فيم الطين. بسم الله ما شاء الله، يعني الناس بركه، يعني حاجه بتيجي بدله عندنا. طبعا احنا قلنا نصور لكم اللقطه ديت عشان الناس القديمه اللي معانا من زمان حابه ايه تستعيد ذكرياتها معانا. ياما عملنا هنا 24 ساعه، وياما عملنا هنا تحدي رنجة. مين اللي كان بيطلع يقعد فوق هنا؟ يا ده العرق ده ليه معاه ذكريات عظيمه. ده ما عدت عليه وعملت موبايلات. محمد كان دايما يطلع يقعد هنا ويقعد يتكلم ميرفا. اجو شباب انتوا فاهمين. احلى ايام وذكريات جميله. احنا يا جماعه قلنا ايه بالمره واحنا في بيت العيله نصور لكم لقطه هنا كده عشان خاطر ايه تسترجعوا ذكرياتكم معانا. كل الناس اللي هي ايه من زمان قوي بقى وفاكره الشقه دي وفاكره البيت ده كله، يعني ايه يعني يقولوا والله زمان والله زمان. خلاص احنا الحمد لله احنا دلوقتي خلاص لبسنا اهو. بصوا ايه رايكم دلوقتي، احنا لبسنا وجاهزين ان شاء الله. هنروح اجيب العربيه من الجراج، هناخد ابويا وامي وهنتوكل على الله وهنروح على المطار. في ناس كتير بقى دلوقتي ممكن تقول لك طب يا حوارات انتوا مش قاعدين في البيت ليه سايبينه ليه ما بعتوش؟ احنا البيت ده ما نقدرش نستغنى عنه، روحنا فيه الذكريات هنا. انتوا عارفين انا شقتي تحت وشقه محمد تحت وشقه محمود تحت وشقه ابويا وامي تحت وشقه حمدي تحت وشققنا كلها تحت، واللي احنا فيها دي اصلا المفروض ان هي كانت هتكون شقه يحيى، ولكن احنا ما كملناهاش سيبناها زي ما هي كده. فذكريات بقى، فما نقدرش ان احنا نبيع البيت ده. البيت ده يا جماعه ده تاريخ، البيت ده تاريخ. يلا جاهز؟ جاهزين يا راجل. اروح اجيب العربيه من الجراج. ويا ترى بقى لما تشوفوا المفاجاه اللي في المطار يا رب تعجبكم بقى. عايزين نشوف بقى الفيديو اللي جاي دوت هيعجبكم المفاجاه ولا لا. ان شاء الله الفيديو اللي هينزل بعد ده على طول على طول على طول في المفاجاه الكبيره قوي 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 قوي، وان شاء الله هتعجبكم. بالنسبه للناس اللي اتوقعت، في ناس اتوقعت صح وناس اتوقعت غلط، واللي اتوقع صح ما قالهاش كامله يعني قال قالها نص نص. هو قرب من الاجابه الصحيحه ولكن مش صح 100%. هروح اجيب العربيه من الجراج دلوقتي. يلا عشان نتوكل على الله. يلا عريس. يلا عشان المطار. يلا مستنينا. بسم الله الله اكبر. ايه الحلاوه ديت؟ الله اكبر. خلاص اذان الظهر قرب اهو. ان شاء الله ان شاء الله اذان المغرب يكون في السعوديه باذنك يا رب. الله اكبر عليكم. بسم الله ما شاء الله. في حلاوه كده. الله اكبر ما شاء الله. ايه يابا ايه الجمال ده؟ ربنا يتقبل يا حسن. منور في الابيض والله. الحمد لله والشكر لله. شكلك حلو. ده من فضل ربنا. الحمد لله. ايه يابا العسل ده. الله اكبر. خلي بالك من امي يابا. انت هتوصيني على نفسي؟ اوصيك عليك وعليها وبص يعني لحد ما جولنا بالسلامه وبعد كده مالكوش دعوه، واحنا نخلي بالنا منكم. وانتظروا المفاجاه الجامده قوي في المطار. من امبارح عمالين بيتكلموا معانا عايزه تعرف امي ايه هي المفاجاه اللي هتبقى في الطياره، بس ان شاء الله خلاص كلها كام ساعه وهتعرفوا كل حاجه. يا لهوي خايفه منكم يا حوارات. بس منوره والله العظيم منوره. الله اكبر ما شاء الله. ايه الحلاوه دي؟ ربنا يجعل لنا دار. ايه الله اكبر. الله ما يجعل لنا دار لعلي. ربنا يديك الصحه يا امي وتبقى حجه مقبوله يا ان شاء الله. ان شاء الله تبقى عمره مقبوله وان شاء الله ربنا يا رب كده يكتبها لكم وتكون حجه كبيره وتكونوا على جبل عرفات ان شاء الله. العيد الجاي ده على طول ان شاء الله. وبالك يا محمود انت ومراتك، وبالك يا حمدي انت ومراتك والجميع يا رب. طب وانا لا؟ لا انت لسه ما اتجوزتش. هو انت بتدعي لي اتجوز بس؟ وبالك انت ومراتك. ومحمد ومراته لا؟ ومحمد وميرف.
ان شاء الله ربنا يكتب لنا جميعا والمسلمين جميعا يا رب ومسامه وسيد وجميع يا رب ان شاء الله يلا جاهزين الله وعقبالك يا حاج يحيى يا دكتور الله اكبر عليك يلا جاهزين نمشي يلا الدعوه الجميله دي بقى تدعيها فين وانت قدام الكعبه ان شاء الله هدعي لكم كلكم وانت عند الرسول كده واقفه قدامك هدعي لاخواتي ولاولادي وكل وامة محمد امين يا رب ربنا ان شاء الله هتركبي الطياره لتالت مره اه يا سعديه بس يا رب ما يكونش جنب الجنايه الجناح كان جنب الورك حوصلك السواق وقعدتي جنب الورك ما ال كرسي في اسم الواحد هبات مع الحاج الله اكبر الله زي ما قال عشان الظهر يلا هنصلي قصر بقى ونتوكل على الله ان شاء الله خلاص الحمد لله وصلنا مطار القاهره يا حاجه منوره اقسم بالله الله اكبر لما يا حاج لأن يا محمد ربنا يا رب يوصلكم بالسلامة ويا رب تكون عمرة مقبولة وربنا يكتبها لكم حجة كبيرة يا رب آمين يا رب أنا عايز أقول لكم إن أنا ماسك نفسي بالعافية طول الطريق لامس النضارة مش عايز حد يشوف عيوني الموضوع صعب بس هي فرحة وفرحة جميلة وفرحة إحنا مستنيينها من زمان فاللهم لك الحمد يا رب إن هو حققها لنا أنا مبسوط وأنا شايف أبويا وأمي كده لابسين الأبيض الله أكبر عليهم زي القمر زي القمر يمكن أحلى من القمر كمان بس بالنب ما تعلمش عليا كان نفسي جيتي تلبسي ياما الطقم ده من زمان طبعا الله اكبر عليها بصوا لابسه الطرحه البيضة والبندانه البيضة والعبايه البيضة والكوتش الابيض كل حاجه بيضاء الله اكبر بسم الله ما شاء الله عقبالك يا حسن وعقبالي وعقبال امه محمد جميعا يا رب بص ابوك الله اكبر صغر 15 20 35 سنه يا ابني مش رايح عندي حبيبنا كلنا ربنا يتقبل يا رب وعقبالك جميعا يا رب ان شاء الله ان شاء الله بامر الله اول ما تنزلوا من الطياره اول حاجه هتعملوها عرن عليكم تتصلوا علينا تطمنونا لان احنا مش هنعرف لا ناكل ولا نشرب واقول لكم على حاجه اقول لك على حاجه انا مش هروح على البيت هناك غير لما ان شاء الله تطمنونا هفضل قاعد هنا مستني لا تقعد هنا ليه وعشان الذهب اللي معاك واي حاجه لو في حاجه رجعوها في المطار يا بابا يعني لو في مثلا فلوس اللي هي لمصر ايا كان لان ما اعرفش النظام لو في اي حاجه مثلا في المطار ما عدوهاش هستناك تطلعها لي ان شاء الله طب يلا يا ريس يلا ننزل يلا يا حاجه خلاص احنا وصلنا اهو عند صاله الرحلات الموسميه دي مخصصه لبتوع الحج والعمره يلا يا محمد يلا يابا يلا يا حاجه براحتك يام امسك ايدها يا محمد يلا بقى ايه نزل الشنط هات الشنطه اللي عندك هنا دي المهم يا ماما معاك البن اه طبعا ايوه كده عشان انت في الطياره بقك ما وجعكيش لا معايا البن اه تفضلي تمضغي فيها كده لحد ما توصلي بالسلام اساعدك يا محمد لا انا هطلع الكرسي قدام شويه ماشي انا اديت يا بابا الريالات السعودي لامي ماشي اه دي عشان البسيها على ظهرك كده لا ظهري ايوه بتلبس على الظهر والله مش على بصي بتاعت ابويا مختلفة عشان دي رجالي لكن دي حريمي بتلبس على الظهر لبسها لها يا محمد الله اكبر الله اكبر لبسها الله الشنطة دي فيها الباسبور والاوراق اه فيها كل حاجتك الله اكبر ما شاء الله رايحة المدرسة رايحة المدرسة يما رايحة المدرسة اه غير سبع سنين الله اكبر بص عاملين ازاي ما شاء الله الله اكبر ما شاء الله حصوة في عيني يا رب حصوة في عيني الاحسن احسدهم ده انت كنوز الدنيا كلها يما يا دي حسن ما تعيطش يا دي انت صغير عيب كده ايه يا حاج وانت صغير يا حسن هو انت صغير ياد عقبالك يا حسن يا ابو علي حسن ابو علي سرق المعزه يخليك لينا يا رب وتروحي بالسلامه وترجعي لنا بالف سلام عقبالك يا حبيبي يا رب الله يخليك يا رب خلي بالك من نفسك وادعي لي هناك ياما توصلي طمنيني عليك تدعي لنا ياما باذن الله هنجيب خط دولي سعودي وهنكلمكم ان شاء الله بس يا حسن بقى عشان ما عيطش خلصي يا ولا تخليها تعيط شكلك حلو في الابيض ياما عقبالك يا رب عقبالك يا ابني وعقبالك الجميع يا رب ان شاء الله خد بقى امسك كده امسك انا مش عايز امشي روح يا محمد روح وانا هروح هتشوف لي الطياره يلا يا حاج توصلي بالف الف الف بقول سلامه ما تنسيش تدعي لنا هناك ان شاء الله انت واقفه قدام الكعبه كده تدعي لنا باذن الله هتعلم كلكم باذن الله يا حاج سامع حاج جابر
هو احنا كده خلاص يا جماعه ده اخرنا. طبعا هم هيروحوا يدخلوا من الباب اللي هناك ده، فطبعا احنا مش هنقدر ان احنا ندخل معاهم. يعني احنا الود ودينا ان احنا نروح معاهم لحد باب الطياره، ولكن للاسف توقعوا المفاجاه المفاجاه ان شاء الله. خلي بالكم من نفسكم، وان شاء الله المفاجاه هتلاقوها في الطياره جوه. يعني انتوا بس ادخلوا وركبوا الطياره وما تشغلوش نفسكم باي حاجه، والمفاجاه هتبقى في الطياره جوه ان شاء الله. اتفقنا؟ بس اوعي تخافي. لا انا ما بخافش. بص انت هتلاقي الثواب يخمس كده فعادي مش هيلاقيه. حاول يا رب امك بتاعتك حلوه ولا لا. المهم اي حاجه هتبقى بتحصل في الطياره هي ان شاء الله هتكون حلوه ان شاء الله. هتبقى هي دي المفاجاه بتاعتنا. بص هي موته واحده. لا بعد الشر، لا دي مفاجاه حلوه. هنموت واحنا حاجه. لا ان شاء الله هي مفاجاه حلوه. احنا رامين توكلنا على الله. ونعم بالله. خلاص احنا كده ده الاخر بتاعنا، ويا رب يروحوا بالسلامه ويرجعوا لنا بالف سلامه، وان شاء الله المفاجاه هتلاقوها في الفيديو اللي جاي، وهم هيلاقوها في الطياره جوه اول ما يدخلوا ان شاء الله. ما تخافيش والله 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 ان شاء الله باذن الله المفاجاه تيجي. بص يا ابني احنا بنفوت في الحديد. الله اكبر الله اكبر. ما بي منين امي دي شايفين. بص رمين حملنا على ربنا. ونعم بالله. يلا نشوفكم على الف خير ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. سلام يا بابا. مع السلامه. مع السلامه. يلا مع السلامه.